بحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في مشهد جديد من مشاهد النيل، والذي يأتيكم في مثل هذا التوقيت بتوقيت القاهرة. نخصص هذا المشهد للملف السوري، وسنتناول مع حضراتكم جانب تنظيمات الإرهابية في سوريا تخسر مواقعها، فمن يعيد استخدامها؟ قبل أكثر من 3 أشهر وفي القمة العربية الأمريكية بالرياض، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مواجهة الإرهاب يجب أن تشمل من يقدمون الدعم المادي والمعنوي والسلاح للإرهابيين ومن يشترون ثمن منه النفط. ولم يعد سرنا أن تلك التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، وبخاصة تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة، تلقت دعما من تلك القوى التي أرادت أن تستخدمها قوارق لتحقيق أطماعها في السيطرة على المنطقة أو تفتيتها إلى كيانات متحاربة. وبعد النجاح الذي حققته القوات المختلفة المحاربة للإرهاب في سوريا، سواء التحالف الدولي أو الجيش العربي السوري المدعوم من روسيا وإيران في السيطرة على العديد من المناطق التي كانت التنظيمات الإرهابية تسيطر عليها، بات السؤال الأكثر إلحاحا الآن هو أين تذهب هذه العناصر الإرهابية المسلحة بعد خسارتها العديد من المواقع في الرقة ودير الزور وإدلب وعلى الحدود السورية الأردنية. ومع الأنباء التي تحدثت عن سماح قوات التحالف أو حتى الجيش السوري لهذه العناصر بالخروج بأسلحتهم من العديد من المناطق التي باتت التخوفات من إعادة استخدام هذه العناصر الإرهابية في أماكن أخرى تخوفات مشروعة، فإلى أين تتجه هذه العناصر الإرهابية؟ تتواكب هذه الأحداث أيضا مع اتفاق غاية في الأهمية حدث في مصر مؤخرا جديد للتهدئة جنوب دمشق برعاية مصرية، فقد أعلنت عدد من الفصائل السورية توقيعها على اتفاق في القاهرة لوقف إطلاق النار في جنوب العاصمة السورية دمشق. وبحسب هذا الاتفاق والذي وقع بالقاهرة كما ذكرنا، هم جيش الإسلام وأكناف بيت المقدس وجيش الأبد. يسعدنا أن يكون معنا في تحليل هذا المشهد الأستاذ محمود عبد الرحيم، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. برحب بحضرتك. أهلا بك. سنتناول هذا المشهد بالتفاصيل، ولكن بعد هذا التقرير. كونوا معنا. تتوالى الاتهامات التي ينفيها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشأن دعمه لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وهما الدولتان اللتان أعلنت فيهما الخلافة الإسلامية في العام 2014 بعد سيطرته على مناطق واسعة من جانبي الحدود بينهما. ففي مدينة الرقة التي كانت تعد أبرز معقل للتنظيم الإرهابي في سوريا، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن من السيطرة على نحو 90% من المدينة. وبعد أكثر من 4 أشهر من المعارك داخل الرقة، لا تزال الاشتباكات مستمرة في مساحات محدودة يتواجد فيها تنظيم داعش، خصوصا في وسط المدينة، فيما تسعى قوات سوريا الديمقراطية للتقدم من الجهتين الشمالية والشرقية لإحكام طوقها على فلول مقاتلي التنظيم المتطرف. ولن تكون خسارة التنظيم الإرهابي لرقة سوى واحدة من هزائم ميدانية عديدة مني بها خلال الفترة الماضية في كل من سوريا والعراق. في الوقت نفسه نشرت تركيا عشرات الجنود والمدرعات في محافظة إدلب السورية لبدء إقامة منطقة لخفض التوتر بهدف وقف المعارك في هذا القطاع الخاضع لسيطرة المتطرفين. وكان أردوغان أعلن الأسبوع الماضي إطلاق عملية جديدة في إدلب، المحافظة التي يخضع قسم كبير منها لسيطرة هيئة تحرير الشام التحالف التي تضم خصوصا جبهة فتح الشام أو النصر سابقا. فالقوات التركية واكبها عناصر من هيئة تحرير الشام، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الانتشار التركي يتم بالتنسيق مع الحركة التي سبق وأن رافقت عملية استطلاعية لأنقرة هذا الأسبوع. في المقابل يطرح المراقبون سؤالا عن أين سيعاد استخدام داعش والنصرة بعدما خسرا موقعهما بإدلب والرقة. ربما تجيب الأيام المقبلة عن هذا السؤال.
حضراتكم من جديد وأرحب أستاذ محمود. يعني زي ما تابعنا في هذا التقرير أستاذ محمود، أين ستذهب هذه التنظيمات الإرهابية؟ ولكن دعنا قبل أن نبدأ بشيء من التفاصيل حول هذه المسألة، من هم الآن المتواجدين بالفعل في الأراضي السورية، الفصائل المتواجدة على الأراضي السورية؟ يعني هناك العشرات من الفصائل المسلحة التي تنتمي إلى أجهزة استخبارات دول عديدة تدعمها منذ البدايات، إلى جانب أن كل تنظيم يفرغ تنظيمات أخرى أصغر، لكن الأشهر هو تنظيم داعش وجبهة النصرة والجيش الحر، هذه التنظيمات الأساسية الكبرى، وأيضا جيش الإسلام. لكن هناك تنظيمات جديدة حتى يتم الإعلان عنها، من تنظيم جديد باسم فرقان الشام، وهذا يعني تم الإعلان عنه بمجرد دخول تركيا إلى إدلب. نعم. طيب، ونحن نتحدث عن اتفاق جديد للتهدئة في مصر، ليس هو الاتفاق الأول، هناك زي ما ذكرت ثلاث فصائل، جيش الإسلام وأكناف بيت المقدس وجيش الأبابيل، هناك توقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وجود دخول المساعدات أيضا الإنسانية، رفض الاجتياح القسري للمدنيين. كيف يمكن أن نقيم هذا الجهد من الجانب المصري في هذه المرحلة، وزي ما ذكرنا أن احنا بنتحدث أيضا عن فصائل معارضة تواجدت في مصر؟ الحقيقة مصر كان لها دور سلبي في الأزمة السورية في مرحلة الإخوان، حيث دعمت بعض المسلحين وانتقل عدد المسلحين إلى داخل سوريا بدعم من الإخوان، لكن مع الإدارة الجديدة في مصر تغيرت الدفة وصارت مصر تدعم سوريا الموحدة، وبالتالي بدأت تلعب دور على الساحة السورية بالإيجاب، ومنه المشاركة إلى جانب روسيا في دعم المصالحات وجهود التهدئة، وليست الاتفاق الأخير الخاص بدمشق الجنوبية هو الأول، ولكن سبقه اتفاقات أخرى في الغوطة وريف حمص الشمالي، فبالتالي هذه جهود مثمنة لأنها تصب في الاستقرار وتهدئة الأمور تمهيدا للتسوية الشاملة في سوريا التي يسعى إليها الجميع. نعم، ماذا عن باقي الفصائل؟ يعني هناك اتفاقات تمت بمساعدة الأردن والولايات المتحدة، خاصة في المناطق الحدودية مع الأردن، وهناك اتفاقات تمت في أكثر من منطقة بمساعدة روسيا، وهناك اتفاق أيضا بين حزب الله وبعض الفصائل خاص بتفريغ المناطق الحدودية اللبنانية السورية من العناصر الإرهابية، فبالتالي هي جهود متنوعة وتحاول أن تحقق الاستقرار والهدوء في هذه المناطق وتخفض التوتر في هذه المناطق تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية لهذه المناطق وتسهيل حياة المدنيين. نعم. طيب، وزارة الدفاع الروسية ذكرت أن الجانب الأمريكي لم يقدم أي تفسير عن تساؤلات روسيا بخصوص تسلل مسلحي داعش عند نقطة مراقبة أمريكية قرب قاعدة على الحدود السورية الأردنية التي ينتشر فيها جنود أمريكيون، في اتهام واضح للقوات الأمريكية بعد اتفاق مع إرهابي داعش بدلا من القضاء عليهم. كيف ترى هذا الأمر حضرتك؟ يعني هذا الاتهام جاء من قبل وزارة الدفاع الروسية، وقرره أيضا وزير خارجية الروسي، وإن كانت الولايات المتحدة على لسان المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض قد نفت هذا الاتهام، لكن يبدو أن الولايات المتحدة تحاول استخدام هؤلاء المسلحين لعرقلة تقدم القوات السورية بمساعدة الروس في فرض السيطرة على كامل الأرض السورية، خاصة أن المعلن الآن أن حوالي 92% من الأرض السورية قد عادت إلى سيطرة النظام السوري، فبالتالي هذا مكسب كبير يريد الطرف الآخر عرقلته حتى لا يستتب الأمر
ويكون اليد العليا في سوريا للروس وليس الأمريكان، لأن هذا يخصم من نفوذ الأمريكان في سوريا. كثير من المحللين بيرون أن القوات الأمريكية بالفعل بتستخدم مقاتلي داعش ضد القوات السورية والسيطرة على طرق إمدادات هذه القوات في إطار الصراع بين روسيا وإيران للسيطرة على سوريا مستقبلا من الجانب الأمريكي. كيف يمكن يعني النظر لهذه المسألة الخطيرة؟ يعني روسيا يعني من البداية تلعب على محورين، محور سياسي ومحور عسكري. في المحور السياسي تجري مصالحات وأيضا تسمح للمقاتلين أو المسلحين الغير قابلين للمصالحة إلى الخروج إلى مناطق أخرى وخاصة إدلب، فبالتالي يعني هذه أمور تخضع لتكتيكات عسكرية ونوع من محاولة تجميع كل المسلحين في منطقة واحدة وتفريغ بقية المناطق منهم تمهيدا إلى معركة قادمة في هذه المنطقة التي يتم فيها تجميع المسلحين. نعم، طيب كيف يمكن النظر إلى أن تسهم عمليات السماح لمقاتلي داعش بالخروج من منطقة إلى أخرى تخص طرفا آخر من القوى المواجهة للإرهاب في إفشال العملية السلمية في سوريا؟ يعني أيضا الروس حذروا من أن الأمريكان يهددون مناطق خفض التوتر خاصة على الجبهة الجنوبية، لأن هذه المرحلة خفض التوتر هي بدايات لعودة الاستقرار والهدوء الذي يمهد للعملية السياسية ومحاولة الوصول إلى تسوية شاملة للصراع على أساس من الحل الذي يعني يسعى الجميع إلى تسويته والذي يعني من أجله تم تدشين كل من جنيف وأستانا الذي يسعى كل منهما إلى الوصول إلى تسوية الأزمة السورية التي طال أمدها والتي تستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات. احنا هنتجه الى العاصمة السورية دمشق، ومعنا للمزيد من التحليل الدكتور علي مقصود المحلل السياسي من هناك. دكتور علي انا برحب بحضرتك. تحية لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين الكرام. شكرا لحضرتك يا دكتور علي. دكتور علي، اتفاق جديد للتهدئة جنوب دمشق برعاية مصرية، كيف يمكن النظر لهذا الاتفاق الجديد في مساع من مصر لاستقرار الأوضاع في سوريا والذي عقد بمقر المخابرات العامة المصرية؟ في الحقيقة يجب أن نثني على الدور المصري خاصة في هذه اللحظة الذي بدأ باستكمال الخطوة الأولى التي كان لمصر الشقيقة الدور الهام في إرساء منطقة خفض التوتر في شمال حمص، وأيضا عندما يكون هناك تحركات مريبة من قبل أمريكا نحو المنطقة الجنوبية التي تعرف أيضا وهي جزء من هذه المنظومة، منظومة خفض التوتر. أنا بتقديري عندما تقوم مصر بهذه الرعاية والتوصل إلى انخراط ثلاث فصائل أساسية في محيط العاصمة دمشق وعلى رأسها جيش الإسلام وجيش الأبابيل والفصيل الثالث أكناف بيت المقدس، فأنا بتقديري هذا يعني بأن مصر تشكل دورها المحوري الذي بدأ الشرق الأوسط والمنطقة تشهد هذا الدور، إن كان على صعيد المصالحات الفلسطينية وهذا دور يسجل لمصر في هذه اللحظة أيضا التي تعيد الوحدة الوطنية لأهلنا لشعبنا في فلسطين لمواجهة هذه التحديات والغطرسة الإسرائيلية. أنا بتقديري نعم هذا الدور في الحقيقة سينعكس على كل الجغرافيا السورية لناحية الاستقرار والأمن، لأن هذه المنطقة وهي القدم وأيضا الغوطة الشرقية التي تتواجد فيها هذه الفصائل في الحقيقة كانت هي النتوء ويعني المسمار الذي ينخز ويضرب خاصرة دمشق بل قلب دمشق، فعندما تنخرط هذه الفصائل برعاية مصرية وضمانة روسية فهذا يعني بأن مسار وقطار الحل السياسي انطلق
بأيضا منصة موسكو ومنصة القاهرة التي استقطبت أيضا المعتدلين والذين فعلا يريدون لسوريا أن تحافظ على سيادتها ووحدة أرضها وشعبها من منصة السعودية. فلذلك أنا أقول بأن مصر لعبت هذا الدور الجوهري وهي فعلا تتقدم بهذه الخطوات أيضا في ظل موازين قوى دولية، فتتحرك بشكل هادئ وعلى حبل دقيق، ولذلك هي تبرع في تحقيق هذه الإنجازات والخطوات بالشكل الذي يعيد أيضا لسوريا استقرارها وأمنها، ولمصر العروبة دورها المحوري والمركزي. نعم، يعني حضرتك دكتور علي أشرت إلى نقطة غاية في الأهمية، موازين القوى الدولية. كيف يمكن أن يكون هناك حوار واتفاق في المرحلة المقبلة، اتفاق سياسي، وهو دائما ما تنادي به مصر أن الحلول السياسية هي التي يجب أن تكون مفروضة على طاولة الحوار وليس الحلول يعني العسكرية، في ظل الموازين القوى الدولية؟ نحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن روسيا، نتحدث عن إيران، نتحدث عن تركيا. كيف يمكن النظر لموازين القوى الدولية؟ صحيح، نحن بكل تأكيد عندما نشير إلى نجاح الدور المصري لأنها انطلقت من معادلة أن يكون هناك حوار سوري ينطلق من مبدأ الحفاظ على سوريا أرضا وشعبا وسيادتها، وبالتالي يكون هناك دور لكل هذه الأطراف عبر الحوار. وهذا نحن فعلا ما نعول عليه وطرحناه منذ اللحظات الأولى، طالما أن كل هذه المعارضات الهدف منها تقديم الأفضل لسوريا، لوطننا السوري، لشعبنا السوري، إذن هنا يمكن أن ننظر إلى أن المعادلة الاستراتيجية وموازين القوى حاليا هي في الحقيقة لصالح الدولة السورية والقوى الخليفة. وعندما أنا أتحدث عن دور مصر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لها في الحقيقة دور كبير في يعني الموقف المصري، باعتبار أن مصر كانت تحت عباءة العون الاقتصادي والدعم الاقتصادي الأمريكي وكذلك السعودي. ولكن مصر عندما تنظر برؤية استراتيجية إلى طبيعة هذه المشاريع وطبيعة هذا الصراع، وتدرك بأنه يستهدف الأمة والمنطقة عبر هذه النتوءات وهذه التباينات التي يفترض أن تشكل زخرا وأن تكون فعلا عامل لطرح العملية التفاوضية بين كل هذه التيارات، ولكن هي في الحقيقة حولتها إلى عناصر تناقض وصراع، ما فجر المنطقة وصاعد من هذه الصراعات. أنا بتقديري حاليا طالما أن مصر اتخذت هذا الدور وهذا الموقف، وأيضا سوريا وصلت إلى هذه المرحلة، فلا تستطيع أمريكا ولا تملك القدرة على تغيير هذه المسارات إلا بالشكل اليسير وعبر ديمومة الاستنزاف وبالاعتماد على بعض التيارات أو القوى التي تريد فعلا أن تستثمر في هذا الغطاء الأمريكي، كما يحصل حاليا عندما فشل هذا المشروع الذي يضرب الأمة بالصبي في عروبتها وفي إسلامها. لجأت إلى القنبلة الإستية وحركت هذا المشروع الكردي الذي أيضا يهدف إلى، وهي وصفت حرب لا نهاية لها لو فجرت هذه الحرب. ولكن أيضا الدول المحيطة وخاصة العراق ومعها سوريا تحركوا فعلا بحكمة وبإغلاق الطرق وقطع يعني المسارات وقطع الطرق على هذا المشروع، لأن الشرايين لهذا الكيان تنتشر عبر جسد العراق وسوريا، وبالتالي لا حياة لهذا المولود. أنا بتقديري نحن قادمون على حل سياسي بات وشيكا وقريبا،
ولكن أمريكا تريد أن تثقل دورها وهيبتها ومكانتها عبر هذه الطروحات لتبدأ بالتراجع عندما تبدأ مرحلة الحسم التي وصلت إلى الحدود السورية العراقية في دير الزور وهي مرحلة حاسمة. نعم. طب ونحن نتحدث عن الملف السوري دكتور علي، مما لا شك فيه نتحدث عن مكافحة الإرهاب، تلك التنظيمات نعم. الإرهابية المتواجدة على الأراضي السورية وعلى رأسهم تنظيم داعش الإرهابي، ونحن بصدد في هذا المشهد، أين تتجه هذه التنظيمات التي يعني صنعتها دول بعينها؟ أين ستتجه؟ هل هناك ستكون لها مسميات أخرى في المستقبل؟ كيف ترون هذه المسألة؟ نعم، لا شك بأن الإرهاب الذي ارتد مهزوما مدحورا في الحقيقة كان هناك ثلاثة مراحل. بالمرحلة الأولى لهزيمة داعش في مدينة حلب وفي مدينة سدبر، فكان جزء كبير يتحرك باتجاه تركيا ومن الحدود التركية ويغادر باتجاه أوروبا وشمال إفريقيا، وبالتالي وصل قسم كبير إلى ليبيا لإعادة تدوير زريعة الإرهاب في ليبيا، لإعادة أيضا بناء الاستراتيجية التي يعني أخطأ الأطلسي عندما دمر ليبيا، وبالتالي وصلت إلى مرحلة من الصراعات تؤثر على كل المحيط. في هذه المرحلة أمريكا عند الوصول إلى مدينة الرقة وأعلنت عبر التحالف عن بدء معركة الموصل ومعركة الرقة، في الحقيقة كان هناك إخراج لبعض الفصائل المدحورة وخاصة الغرباء باتجاه جنوب شرق آسيا وخاصة إلى ماليزيا إلى ميانمار إلى هذه الدول، وأيضا قسم باتجاه دول الخليج على الحدود العراقية السعودية. وحاليا تقوم أمريكا بتأمين غطاء التحرك لأرتال من الإرهابيين الدواعش باتجاه شمال سوريا وشمال العراق، إن كان باتجاه إربيل أو بعض المناطق الأخرى، وهذا ما حصل عندما هربت أكثر من 1000 داعشي من تل العفر باتجاه إربيل. وأيضا عندما بدأت معركة دير الزور وإقامة الطريق البري باتجاه مدينة دير الزور، قامت أمريكا بحواماتها التي أنزلتهم في منطقة البوليل وعدة مناطق أخرى وهربتهم باتجاه نقلتهم باتجاه البوكمال. وعندما حررت القاعدة العسكرية مطار دير الزور وكل المحيط واتجه الجيش باتجاه محطة التيتو المحطة الثانية على الحدود السورية العراقية وأيضا محور آخر باتجاه الميادين، نقلت الدواعش وأكثر من 20 قياديا في الدفعة الأولى من المحسن باتجاه البوكمال، وبدأوا أيضا ينقلوهم من الميادين باتجاه مناطق باتجاه شمال سوريا. حاليا أنا بتقديري تجميع هؤلاء لإعادة الاستثمار بهم وأيضا تنقيتهم، لأن الاتفاق الذي أيضا حصل بين أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية من جهة مع الدواعش من جهة ثانية، وهم من صرحوا بذلك الغرباء منهم. نعم. فأن يخرجوا من الرقة على دفعات، خرجت الدفعة الأولى باتجاه الشدادي وباتجاه الحسكي، أي إلى مواقع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومن ثم أعلنوا بأن من تم إخراجهم هم الغرباء فقط. أما أنا بتقديري هناك سوريين أيضا من بين الدواعش تم نقلهم إلى هذه المناطق، والدفعة الثانية سيتم خروجها مطلع الأسبوع القادم بهذا الاتجاه. إذن أمريكا هي من يعاود إعادة تجميع وتنظيم البنية القتالية لهذا التنظيم،
وكذلك كانت تعمل على تعويم جبهة النصرة وإعادة أيضا إقامة بنية جديدة، تشكيل بنية جديدة لها لاستخدامها واستثمارها لمواجهة الدول الأخرى وديمومة الصراع في هذه المناطق. يعني أنا بتقدير السعودية لن تنجو من هذا الإرهاب، من هذا الوباء الذي ساهمت وشاركت في الحقيقة إن كانت يعني بنية سليمة أو لنية السأر والانتقام، ساهمت في تمويل ودعم هذه الفصائل الإرهابية التي لا تعرف حدودا ولا تعرف دينا ولا تعرف إلا القتل والتدمير، لأنها تنفذ أجندة لمشروع تدميري تفتيتي تقسيمي تشظوي لهذه الأمة لكي لا تقوم لها قائمة. وأنا أتحدث ولدي وثائق، ولكن المملكة العربية السعودية دكتور علي الآن هي من أهم الدول التي تجابه تحارب الإرهاب، من أربع دول التي تحارب الإرهاب الآن. أنا أتحدث، نعم أنا أقول بأن إن كان بحسن نية أو لسائر لجانب معين، ولكن في مرحلة أقول من المراحل حصل هذا، وحتما بسبب علاقاتهم مع أمريكا، لأن الجميع ينفذ أوامر السيد الأمريكي. يعني ألم تغرق تركيا في مستنقع هذا الإرهاب؟ هي كانت الدولة الأولى الراعية لهذا الإرهاب على مستوى الإقليم، وهي التي فعلا يعني تتعامل وفقا لعقيدة حزب العدالة والتنمية المنسجمة مع هذه الفصائل، لذلك دائما كانت أراضيها مفتوحة من كل المعابر وعلى كل الجهات. تبقى المشكلة أيضا المشكلة دكتور علي زي ما حضرتك تتفضل بالذكر الآن، التمويل، تمويل هذه الجماعات الإرهابية من دول بعينها، كيف يمكن أن توقف هذه الدول هذا التمويل، وما هي أوراق الضغط التي يمكن أن تمارس عليها؟ في الحقيقة حاليا قضية التمويل وصلت إلى مرحلة شبه معدومة، فسوريا استطاعت أن تغلق حدودها مع لبنان بشكل كامل ومع الأردن بشكل كامل، مع تركيا لم تبقى إلا هذه البوابة إدلب، وتركيا حاليا عندما وقفت هذه المواقف ووقعت الأستنة من جولة أولى حتى السادسة، في الحقيقة هذا تحول الضرورة، لأن تركيا كما قلت ارتد عليها هذا الإرهاب وسياستها في سوريا التي دعمت هذا الإرهاب في سياق الاستراتيجية الأمريكية والمشروع الصهيوني الأمريكي، فهي من أنتج هذه التهديدات الاستراتيجية والتحديات الخطرة للأمن القومي التركي، بل لوجود تركيا كدولة. أنا بتقديري عملية التمويل حاليا باتت في أدنى مستوياتها، وهذا أيضا على مستوى الجغرافيا، لم يعد هناك سوى 7% من الجغرافيا السورية تحت سيطرة هذه المجاميع الإرهابية التي تعيش حشرجة الموت بكل معنى الكلمة. ولولا قيام أمريكا بحجز بعض المناطق واستهداف الجيش السوري وهو في تقدمه نحو هذه البؤر، لانتهى الجيش منذ أسبوعين بحسم معركة دير الزور والوصل بين جغرافيا العراق وجغرافيا سوريا، لينتهي هذا المشروع التقسيمي وهذا الإرهاب على الأرض السورية. نعم. أنا بتقديري قضية التمويل لم يعد أيضا لدى هذه الدول الإمكانية والقدرة على الاستمرار، لأنهم أيضا هم باتوا مستنزفون في الميدان، ولذلك أنا بتقديري هم يلعبون في الخمس دقائق الأخيرة لعبة شد الأصابع التي تعودنا وتحملناها لسبع سنوات ولم نرضخ ولم نستكن لهذه الحرب الكونية
الإرهابية. نحن نحيي هذا الصمود السوري. الدكتور علي مقصود المحلل السياسي كنت معنا من العاصمة السورية دمشق، شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذ محمود، أنا شايف حضرتك ليك تعليق على نقاط كثيرة تحدثت فيها مع الدكتور علي. يعني هو الرجل لديه خلفية واضحة للموقف السوري ولديه يبدو انحيازا للموقف الرسمي، لكن يبدو محقا في كثير من الأمور بما في ذلك الدور السعودي. الدور السعودي كان سلبيا في البداية، لكن مؤخرا نفضت السعودية يدها من الوضع في سوريا، وربما هناك تحولات عديدة للمواقف، أطراف منها تركيا والسعودية. الكل الآن يسعى إلى تسوية للأزمة، لكن بشروطه الخاصة وبما يحقق مكاسبه الخاصة. يعني حتى الاتفاق الأخير الذي تم في مصر أظن أنه تم بتنسيق مع السعودية، لأن السعودية هي التي ترعى جيش الإسلام، ولولا موافقتها ما تم حضور محمد علوش إلى مصر وإجراء هذا الاتفاق. فهناك تحول في المواقف، لكن هناك الآن البحث عن صيغ لمكاسب خاصة لكل طرف من الأطراف المتواجدة على الأرض في الأزمة السورية، سواء تركيا، إيران، روسيا، أمريكا، أو حتى أطراف في الخلفية مثل السعودية وقطر. نعم، طيب، يعني زي ما حضرتك ذكرت هناك يعني بتفرض نفسها على كل الملفات المتواجدة على ساحتنا العربية لغة المصالح. نعم. هناك يعني تتقارب وجهات النظر عند التقاء المصالح، كيف يمكن النظر للدور التركي؟ يعني تركيا من البداية يعني كانت لاعبا رئيسيا في الأزمة السورية، وساهمت في تعقيد الوضع في سوريا بتسهيل عبور المسلحين إلى داخل سوريا ودعمهم وإيجاد منطلقات لهم، وحتى الولايات المتحدة كانت تستعين بتركيا في تدريب المسلحين وفي نقل المعدات والأسلحة إلى داخل سوريا وتسهيل عبورهم. لكن في هذه المرحلة تركيا الآن في مأزق، لأن حزب أو القوات الكردية تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها على الحدود مع تركيا، وهو يهدد مصالح تركيا بكل تأكيد. وقد استغلت الاتفاق الأخير بخفض التوتر في إدلب لإيجاد موطئ قدم لها في منطقة إدلب، لأنها الآن منطقة نفوذ لها على الحدود، تسعى من خلالها إلى عرقلة تقدم القوات الكردية أو محاولة إنشاء كيان مستقل على حدودها كرديا، خاصة أن إعلان استقلال كردستان العراق يحفز أكراد سوريا على اتخاذ خطوات مماثلة، وهو ما يمثل إزعاجا كبيرا لتركيا. وقد صرح أردوغان بالأمس أنه لن يسمح بتهديد مصالح تركيا، وسوف يبذل كل الجهد لعرقلة هذا الوضع. وانتشار القوات التركية في إدلب تم بالتنسيق مع هيئة تحرير الشام، فبالتالي هي يعني تركيا سوف تستغل هذه التنظيمات في محاولة عرقلة النفوذ الكردي في سوريا، وأيضا كورك الضغط على الولايات المتحدة التي تدعم الأكراد وتمدهم. نعم. بالسلاح. طيب، هل سيتم استخدام ملف إقليم كردستان العراق في يعني كيف يمكن أن يستخدم في المرحلة المقبلة؟ يعني الآن التنسيق زاد بين كل من إيران وتركيا، يعني سبقوا تنسيق فيما يتعلق بأستانة بمساعدة روسيا، لكنه الآن يعني تعاظم بعد إعلان استقلال كردستان، لأن الطرفان لديهم كتل كردية ولديهم حدود مع العراق ولديهم مصالح في سوريا، فبالتالي لا يريدون أن يتم خلق كيان كردي مستقل يحفز أكراد إيران وأكراد تركيا على اتخاذ خطوات مماثلة ويصنع دولة كردية ممتدة عبر الحدود تهدد هذه الدول التي لها يعني نفوذ كبير إقليميا. فبالتالي هناك تعاون تركي كردي سوف يكون له أثر كبير سواء على الملف السوري أو الملف العراقي.
نعم، هل يمكن زي ما تفضل الدكتور علي في القريب العاجل أن يعني نجد على الأرض فعلا اتفاق سياسي بين الفصائل المتحاربة في سوريا مرجعيته جنيف وأستانا؟ هناك محاولات روسية طوال الوقت إما لخلق مصالحات أو إعادة تأهيل المسلحين القابلين للمصالحة أو تجميع المسلحين في مناطق محددة وإجراءها حوارات مباشرة مع عسكريين سوريين، لكن إلى الآن كل فصيل مسلح يتبع دولة ما أو يتم تمويله من دولة ما، فإذا اتفقت الأطراف المتصارعة أو الأطراف التي لها نفوذ على الأرض في سوريا كتركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا فسوف يتم إنجاز اتفاق سياسي، لكن بدون الوصول إلى هذه التسويات وبدون التفاهمات الإقليمية والدولية وضمان كل طرف أن يأخذ حصته من سوريا سواء على مستوى النفوذ أو حتى على مستوى الوجود المباشر، يعني تركيا تسعى إلى خلق منطقة يعني منطقة عازلة على الحدود أو منطقة تسهل الحركة داخل سوريا، فكل هذا يسعى يعني إلى بلورة مواقف جديدة تحتاج إلى بعض الوقت وبعض التنازلات من كل طرف. طب ما هي أوراق الضغط التي يمكن أن تمارس على تلك الدول؟ يعني على زي ما ذكرنا يعني نسمن الدور المصري لأنه أمن قومي مصري عربي، فما هي أوراق الضغط التي يمكن أن تمارس؟ أوراق الضغط هي يعني التمويل هو الأساس وتوفير الأسلحة وأيضا توفير الممرات الآمنة، لأن هذه الجماعات تتحرك داخل المناطق بعينها ويتم تسهيل مرورها وأيضا يتم إمدادها بمعلومات استخباراتية لتوجيه ضربات هنا أو هناك أو إنذارات مبكرة لتقوم بالفرار من بعض المناطق، فبالتالي لدى كل هذه الأطراف التي يعني تمدها بالمال أو معلومات الاستخباراتية أو بالسلاح نفوذ كبير عليها، ويمكن إذا يعني ما نفضت أيديها عنها أن يعني تصبح يعني سهلة أهداف سهلة للقبض عليها أو قتلها. نعم، حضرتك ما هو السيناريو المقبل من وجهة نظرك فيما يخص الملف؟ يعني هناك يعني مساعي حسيسة ل الروس والنظام السوري وإيران إلى فرض نفوذ كامل وسيطرة كاملة على كامل التراب السوري، وقد نجحوا بالفعل في الوصول إلى الحدود الأردنية السورية ويسعون الآن إلى الوصول إلى الحدود السورية العراقية، لكن الولايات المتحدة تقوم بعرقلة هذه الجهود سواء على الجبهة الجنوبية أو الجبهة الشمالية تمهيدا للوصول إلى مصالحهم في هذه المناطق. وفيما يخص ملف محاربة الإرهاب بصفة عامة في الدول، الجميع يتحدث عن محاربة الإرهاب، لكن الإرهاب ورقة في يد الجميع يستخدمها لتحقيق مصالحه السياسية والاقتصادية. نعم، في نهاية هذا اللقاء في مشهد هذا اليوم أستاذ محمود عبد الرحيم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا على هذا التحليل من حضرتك وكنا نخصصه للمشهد السوري. لكم تحيات كل فريق العمل وإلى اللقاء.